سعيد بن رحمة أفضل من يوسف بالليلي بكثير، وافق الرسمية من أجل تمثيل المنتخب الجزائري، وأن المنتخب فوق كل اللاعبين. قال لهم أنا جزائري وأنا نحترم الجماهير الجزائري. السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. قبل ما نبداو ما تنساوش انكم تصليوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تنساوش تعطونا آراءكم اقتراحاتكم وانتقاداتكم. مرحبا بكم، كل الحب والاحترام. اول خبر نبداو به خبر مفرح لانصار المنتخب الجزائري. كما راكم تشاهدوا معنا حسب الصحافه الفرنسيه، انه بدر الدين بوعنان لاعب نادي نيس الحالي ولاعب المنتخب الفرنسي السابق للشباب، اللاعب يعطي الموافقة الرسمية من أجل تمثيل المنتخب الجزائري وتغيير جنسيته الرياضية. يعني اللاعب رسميا راح يكون مع المنتخب الجزائري في الاستحقاقات القادمة، ولكن ما راحش يكون حاضر في شهر مارس كما يتكلموا البعض، لأنه إجراءات باش يغير جنسيته الرياضية ويكون عنده الجواز سفر الجزائري ممكن تتعطل إلى شهر، ممكن ما نشوفوش في التربص تاع مارس، ممكن نشوفوه في التربصات القادمة ونشوفه في المنتخب الجزائري ويقدم إضافة كبيرة ورائعة جدا. صراحة هذا اللاعب ما شاء الله عليه، واحد من أفضل اللاعبين الموجودين حاليا لمزدوجين الجنسية اللي باش نشوفوه في المنتخب الجزائري، ويقدم إضافة رهيبة جدا. عمره صغير في السن، 18 سن، المنصب بتاعه يلعب كمهاجم. صراحة يقدم في موسم جميل ورائع جدا مع نادي نيس وراوي يتألق معهم. نتمنى له كل التوفيق، وإن شاء الله كيجي المنتخب الجزائري يفرحنا ونتمتع به ونستمتع به، لأنه عنده إمكانيات كبيرة جدا. من غير الصحافة الفرنسية اللي تكلمت عليه، كما راكم تشاهدوا معنا أنا حسابه بوعنان على الانستغرام حذف كل الصور تاعو اللي كان يحمل فيها قميص المنتخب الفرنسي. وما ننساوش ايضا انه اللاعب ديزابونا الصفحة الرسمية للاتحادية الفرنسية لكرة القدم، وصار يتابع الصفحة الرسمية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم. هنا يبين لك انه الخبر رسمي انه اللاعب راح يكون في المنتخب الجزائري ويقدم اضافة ان شاء الله. وما ننساوش انه اللاعب سبق له انه نشر هذه الصورة اللي عنده بقميص المنتخب الجزائري وهو يحتفل بفوز المنتخب الجزائري بكأس افريقيا 2019، وفرحة كبيرة من اللاعب، واللاعب يبان انه جزائري حقيقا. حتى كيلعب ضد الجزائر هنا في الجزائر في العاب البحر الابيض المتوسط وشارك وكان ضد الجزائر، ولكن عندما سجل هدف على الجزائر ما احتفلش. وكسألته الصحافة الجزائرية لماذا لا تحتفل، قال لهم أنا جزائري وأنا نحترم الجماهير الجزائرية، ما نقدرش أن نحتفل احتفال كبير أمامهم. سجل هدف وكان الأمر عادي جدا، احترام للجمهور الجزائري، لأنه اللاعب كان في ذهنه وفي ذاكرته أنه مستقبلا راح يكون لاعب للمنتخب الجزائري الأول، يعني ما لازمش عليه يدير هذاك الاحتفال باش الجمهور الجزائري ما يديش عليه انطباع سيء. وهنا يبين لك أنه اللاعب رغم أنه صغير في السن، ولكن عنده عقلية احترافية كبيرة جدا وتربية ما شاء الله عليه. نتمنى له كل التوفيق، ونتمنى أي لاعب يقدم الإضافة للمنتخب الجزائري فهو مرحب به. وما ننساش باش نتكلموا على سعيد بن رحمة لاعب المنتخب الجزائري ونجم نادي ويست هام الإنجليزي اللي راه يتألق هذا الموسم، يقدم في أداء ما شاء الله عليه. المدرب بدا يعول عليه هذا الموسم ويلعبه بكل المباريات أساسي، واللاعب أثبت نفسه أنه جدير بالاستحقاق أنه يكون أساسي. تألق في مباراة اليوم، سجل الهدف الوحيد لنادي ويست هام، وكان هو رجل المباراة بجدارة وباستحقاق، مان اوف ذا ماتش. المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي، هدف لويست هام وهدف لأستون فيلا، والهدف الوحيد لويست هام سجله سعيد بن رحمة من ركلة الجزاء. كما راكم تشاهدوا معنا إحصائيات سعيد بن رحمة لمباراة اليوم، شارك أساسي سعيد بن رحمة وقدم مباراة كبيرة، سجل هدف، لمس الكرة 51 مرة، التمريرات الصحيحة 15 تمريرة، تمريرات المفتاحية 2، صنع الفرص واحدة فقط، تسديدات على الإطار 5، تقييم سعيد بن رحمة 8، أعلى تقييم في المباراة، مان أوف ذا ماتش بجدارة وباستحقاق، برافو عليه.
أبدع وأمتع في مباراة اليوم. نتمنى له كل التوفيق، وإن شاء الله أيضا حتى مع المنتخب الجزائري يدي فرصته ويدي حقه ونشوفه يقدم الإضافة اللازمة، لأنه أنا كخليفة علال كمشجع للمنتخب الجزائري ما زال ما شفت سعيد بن رحمة أدى حقه في المنتخب الجزائري وقدم لنا الإضافة اللازمة. لازم عليه اللاعب مع المنتخب الجزائري يحط كل ما عنده مثل ما يفعل في نادي وستهام، ولازم أيضا حتى جمال بالماضي يعطيه الثقة اللازمة، لأنه اللاعب ما يقدرش يعطيك أداء كبير وانت كمدرب مش داير فيه الثقة. نشوفوا وضعية سعيد بن رحمة مع نادي وستهام العام اللي فات وبداية هذا الموسم. ديفيد مويس مدرب نادي وستهام ما كانش داير ثقة في سعيد بن رحمة، اللاعب ما كانش يتألق، مزاجه سيء، اللاعب ما يقدم ولا شيء. ولكن هذا الموسم كي ديفيد مويس ولا يعول على سعيد بن رحمة ويلعبوا أساسي وداير فيه الثقة والعلاقة تصلحت بيناتهم، صار اللاعب يتألق ويقدم في أداء ما شاء الله عليه وإضافة كبيرة لنادي وستهام. نفس الشيء اللي لازم يصرى ما بين جمال بالماضي وما بين سعيد بن رحمة في المنتخب الجزائري، لأنه نشوفه سعيد بن رحمة إمكانياته فنياته لاعب كبير لا غبار عليه. حتى إحصائيات اللاعب سعيد بن رحمة في آخر 5 مباريات مع نادي وستهام مسجل 2 وصانع 3 أهداف، يعني إحصائيات كبيرة جدا. وين يلعب سعيد بن رحمة؟ ما يلعبش في الدور الفرنسي أو دور بلجيكي أو دور كذا، لا، يلعب في الدور الإنجليزي اللي هو أفضل دوري في العالم، يعني يلعب في المستوى العالي. إن شاء الله جمال بالماضي يعطيه الفرصة في هذه المباريات القادمة اللي نلعبوها في شهر مارس إن شاء الله، ويعول عليه ويلعبوا مباراة كاملة 90 دقيقة، لأنه أنا مازال ما شفت سعيد بن رحمة بالمنتخب الجزائري لعب مباراة كاملة 90 دقيقة، مستحيل. إذا أنتم شفتوها قولوا لي عليها وش مباراة نعود نرجع نتفرج عليها، لأنه ما كانش ومازال ما عطاش الفرصة اللي يستحقها حاليا. نقولها بكل ثقة، مش زعما نحب الرحمة وما نحبش بالليلي، 2 لاعبين جزائريين، كل اللاعبين الجزائريين نحترمهم احترام كبير جدا على ما يقدمونه للمنتخب الجزائري، ولكن حاليا سعيد بن رحمة أفضل من يوسف بالليلي بكثير بكثير، لأنه اللاعب راه يتألق بالليلي مع فريقه لا يقدم أي شيء، وفضعيته في الفريق سيئة جدا، والفريق تاع بالليلي يلعب على السقوط، يعني لا مجال للمقارنة بين واحد يلعب في بطولة أفضل بطولة في العالم وبين لاعب يلعب في الدوري الفرنسي. بالليلي بالنسبة لي 2019-2020 وانتهى بالليلي، لأنه من هذاك ما ولاش يقدم أي شيء في المنتخب الجزائري وصار سلبي على المنتخب الجزائري. نعرف الكثير ممكن ما يعجبهمش كلامي، علاش تقول بالليلي ما ولاش يقدم؟ أخي كرة القدم ما فيهاش العاطفة، إذا تحوس على العاطفة تفرج مسلسلات تركية وما تتفرجنيش أنا، هذه نصيحة من عندي، لأن كرة القدم تأمن بالإحصائيات، واللي قدم الإضافة للمنتخب الجزائري مهما كان اسمه فهو مرحب به. إذا ما راكش قادم تقدم الإضافة تريح على دكة البدلاء أو المدرب ما يستدعيكش، لأن المنتخب فوق كل اللاعبين.